بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففيها مسائل، وهي من جوامع الكلم أيضا. الأولى أن من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها قيل له بل ملة إبراهيم، لأنها إن كانت باطلة فواضح، وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية العظيمة، وهي ما ذكره الله عن اليهود والنصارى أنهم يكملون أنفسهم ويتنقصون غيرهم، بل يزعمون أن الهداية لهم خاصة وأن من عداهم فهو ضال. وقالوا، أي اليهود والنصارى، كونوا هودا، كونوا، قالوا للمسلمين كونوا هودا يعني يهودا أو نصارى، من أجل أي شيء؟ تهتدوا. معناه أن من لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فهو ضال، فهم احتجزوا الهداية لهم خاصة ولم يشركوا معهم إلا من دخل معهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه مجيبا عن هذه الدعوة: قل بل ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي الملة الشاملة للخلق، وهي ملة التوحيد، ملة التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده على هذه الملة، حتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين: ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هذه هي الهداية، ملة إبراهيم، ونحن والحمد لله على ملة إبراهيم. فإن كنتم تريدون الهداية كما تزعمون فكونوا على ملة إبراهيم، فما من ملة إلا وملة إبراهيم أفضل منها. إن كنتم تطلبون الفضل فهو في ملة إبراهيم عليه السلام. وملة إبراهيم أنه كان حنيفا يعني مقبلا على الله معرضا عما سواه، والحنيف هو المائل عن سائر الملل
إلا ملة التوحيد، ملة التوحيد. فإن كنتم تريدون الكمال وتريدون الفضل فتعالوا إلى ملة إبراهيم التي هي ملة جميع الأنبياء، ومنهم أنبياؤكم أنبياء بني إسرائيل كلهم على ملة إبراهيم في العقيدة والتوحيد. وإن اختلفت شرائعهم بحسب المصلحة لكل أمة بحسبها، لكن العقيدة واحدة، عقيدتهم واحدة. نعم. المسألة الثانية، وهي مما ينبغي التفطن لها، أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وذلك لأن كلا يدعيها، فمن صدق قوله بالفعل وإلا فهو كاذب. وملة إبراهيم عليه السلام لها صفتان، من انطبقت عليه هاتان الصفتان فهو على ملة إبراهيم. الأولى أنه كان حنيفا، يعني مخلصا لله في العبادة، حنيفا يعني مخلصا لله في العبادة. وأنتم أيها اليهود تؤلهون غير الله، تؤلهون غير الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والنصارى يعبدون المسيح ويقولون المسيح ابن الله، فأين أنتم من ملة إبراهيم وأنتم على الشرك بالله عز وجل، حنيفا مسلما لله عز وجل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فهو مسلم لرب العالمين. هذه الصفة الثانية، وأنتم لم تسلموا لرب العالمين، أسلمتم لأحباركم ورهبانكم وعبادكم، لم تسلموا لرب العالمين. الصفة الثالثة وهي مهمة جدا، لم يكن من المشركين، يعني متبرئا من المشركين، فمن لا يتبرأ من المشركين فليس على ملة إبراهيم عليه السلام. وأنتم لا تتبرؤون من المشركين بل توالونهم، تختلطون بهم، تحبونهم، فأين أنتم من ملة إبراهيم؟ ثلاث صفات: حنيف، مسلم، لم يكن من المشركين. نعم. فمن الأحق بملة إبراهيم؟ هو هذا النبي: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. نعم. المسألة الثالثة، أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله. نعم، عرفنا هذا. المسألة الرابعة، أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص ولكن لا يتبرأ من المشركين، وملة إبراهيم الجمع بين النوعين. نعم، من الناس من يدعي أنه لا يشرك ولكنه لا يتبرأ من المشركين بل يواليهم، معنى هذا أنه ليس على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن من المشركين، كان متبرئاً منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر من جاء بعده أن يكون عليها. وإبراهيم مع النبيين مع نوح ومن جاء بعده كلهم على عقيدة واحدة، على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين. فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله حتى يتبرأ من المشركين. أما الذي يقول كلهم أحرار وكلهم مقتنعون بأديانهم هذا كلام باطل، لا حرية في العقيدة إلا من الشرك. الحرية من الشرك وعبادة غير الله، هذه الحرية. أما أن كل يعبد ما يريد هذه ليست حرية. كيف يكونون أحراراً وهم يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والأضرعة؟ هؤلاء أحرار، ما صاروا أحرار، صاروا عبيداً لغير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية 13 وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففيها مسائل. كذلك هذه الآية العظيمة يقول الله جل وعلا لعباده: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أصول الإيمان وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بجميع الرسل. أما أنتم أيها اليهود والنصارى فتؤمنون ببعض، وكذلك الإيمان بكل الكتب المنزلة من الله عز وجل. وأما أنتم أيها اليهود والنصارى فإنكم تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، تؤمنون ببعض الأنبياء وتكفرون ببعضهم، وتؤمنون ببعض الكتب تكفرون ببعضها. هذا كفر وليس إيمانا، هذا كفر بالله عز وجل. فالأنبياء طريقهم واحد وملتهم واحدة، ولا يفرق بينهم مؤمن بالله عز وجل. فأين أنتم من الإيمان وأنتم تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعضه، وتؤمنون ببعض الأنبياء وتكفرون ببعضهم؟ فالإيمان بجميع الأنبياء هذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان بجميع الكتب المنزلة هذا ركن من أركان الإيمان. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين
عذابا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا هو الإيمان الصحيح، أن تؤمن بجميع الأنبياء، تؤمن بجميع الكتب ركنان عظيمان من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. فمن ادعى أنه يؤمن بالله ويؤمن بالأنبياء وهو يكفر ببعضهم وببعض الكتب فهذا ليس بمؤمن. أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني الكتب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالتبعيض، الإيمان لا يتبعض، الإيمان وحده متكاملة لا يتبعض، ومن كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء، حتى النبي الذي يزعم أنه يؤمن به ويتبعه كافر به، هو كافر به. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كفروا إلا بنبي واحد، لأن من كذب بواحد فقد كذب بالجميع، ومن آمن بكتاب واحد من كتب الله وكفر بالآخر فهو كافر بجميع الكتب. هكذا الإيمان بالله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لمن لم يفرق بين الأنبياء ويفرق بين الكتب المنزلة. نعم. المسألة الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول كما ذكر في الآية، وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل. نعم، العمل الأصل إخفاؤه أفضل لأنه أدل على الإخلاص، لكن إذا اقتضى الأمر إعلانه، إذا اقتضى الأمر إعلانه يعلن. قولوا آمنا بالله، أعلنوا هذا، آمنا بالله، أعلنوا هذا، لأن الأمر يقتضي الإعلان، فإذا اقتضى الأمر الإعلان يعلن. قولوا آمنا بالله. نعم. وما نعم. المسألة الثانية: الإيمان بجميع المنزل، بجميع المنزل، الكتب المنزلة جميعا، أما من يؤمن بالتوراة ويكفر ببقية الكتب أو يؤمن بالإنجيل ويكفر بغيره هذا ليس بمؤمن. نعم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. نعم. مسألة الثالثة: عدم التفريق بينهم، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، هذا تفريق، ومن فرق بينهم كفر والعياذ بالله. بل التفضيل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، وإن كان الله فضل بعضهم على بعض، لكن تفضيل بعضهم على بعض من باب الافتخار هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الافتخار بالمفضل وتنقص المفضول، هذا لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. لا يجوز التفضيل من باب تنقص المفضول والافتخار بالفاضل، إنما تفضيل من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. نعم. المسألة الرابعة: التصريح بالإسلام، ونحن له مسلمون، نحن له حصر لا لغيره، مسلمون منقادون له. تصريح بعد تصريح، في أول الآية قولوا آمنا، هذا تصريح،
في ختامها: ونحن له، أي لله جل وعلا، مسلمون منقادون له لا لغيره. نعم. المسألة الخامسة: التصريح بإخلاص ذلك لله، وليس هذا من الثناء على النفس، بل من بيان الدين الذي أنت عليه. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. نعم. ونحن له مسلمون، قوله له مسلمون يقتضي الإخلاص لله عز وجل، ولا يسلم له ولغيره، إنما يسلم لله وحده، وهذا هو الإخلاص. وهذا يعلن أيضا: ونحن له مسلمون، يعلن. قال بعض السلف: ينبغي لكل مسلم أن يعلم هذه الآية لأهله وخدمه، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في راتبة الفجر أحيانا، يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخرها، ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وذلك لأن الآية الأولى تتضمن توحيد الربوبية، والآية الثانية تتضمن توحيد الألوهية والعبادة، لذلك يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقرأ أحيانا بالسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ بسورة الإخلاص، لأن سورة الكافرون فيها العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، سورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما الآية الرابعة عشرة وهي قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله وجميع كتبه وجميع رسله فقد اهتدوا. أما قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فهذا باطل، ما يهتدي إلا من كان على هذه العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو المهتدي. وأما ما عليه اليهود والنصارى فهو ضلال وكفر وليس هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وصاروا صادقين في قوله تهتدوا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وإن لم يفعلوا فإنهم كاذبون، وهم كذلك كاذبون، هذا تكذيب لهم. ليست الأمور بالدعاوى تزكيات، ولكنها بالحقائق. وقال التصريح بذلك وعدم إصراره، بل يصرح به ظاهرا ويعلن للناس علانية، وليس هو من تزكية النفس، هذا التصريح ليس من تزكية النفس، وإنما هو من إعلان التوحيد لله عز وجل والرد على من يدعي أنه يؤمن بالله ورسله وهو ليس كذلك. نعم. ففيها مسائل: المسألة الأولى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،
فيها التصريح أن الإيمان هو العمل، أن الإيمان هو العمل وليس الدعوة أو قولا باللسان فقط، ولكن لا بد أن يتبعه العمل. فإذا قالوا آمنا نقول: ما هي حقيقة إيمانكم؟ هل تؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنون بالقدر خيره وشره؟ إن كان كذلك فأنتم مؤمنون مهتدون، وأما إن كان عكس ذلك وهو الواقع منكم فلستم بمؤمنين ولا مسلمين. دلت هذه الآية على أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان وليس مكملاً للإيمان أو شرط للإيمان أو كما تقوله المرجئة، إنما الإيمان في صلب العمل، في صلب الإيمان. إذا لم يكن هناك عمل فليس هناك إيمان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. المسألة الثانية أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وصاروا صادقين في قولهم: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فهذا من باب الإنصاف، ما قال على طول: أنتم كفار، أنتم ضلال، أنتم لا، بل إنه وضح الحقيقة التي من سار عليها فهو مهتدي، ومن خالفها فهو ضال. وإن كان يدعي أنه مهتدي ويدعو الناس إلى أن يتبعوه، فهذا واضح في هذه المسألة أنه إنصاف، كما في قوله: تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا إنصاف، وهذه هي المناظرة الصحيحة، هذه هي المناظرة الصحيحة مع أهل الأديان، أن تأتي بقول وسط بينك وبينهم، إذا صدقوه وآمنوا به صاروا مسلمين حقا، وإذا لم يصدقوه وخالفوه فصاروا غير صادقين فيما يقولون. فنحن لا نقول اتبعونا مثل قولهم: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ما نقول اتبعونا، نقول: إن صرتم على هذا المنهج فأنتم مؤمنون صادقون، وإن كن خالفتموه فأنتم كاذبون. نعم. مسألة الثالثة أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة. أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة. نعم، الذي لا ينقاد لله ويسلم لله ليس هذا جاهلا، نقول هذا جاهل يعذر بالجهل، بل هذا مشاق لله، فإنما هم في شقاق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني مشاقين لله ولرسله. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. مشاقون، ليسوا جهالا، ولكن حملهم الشقاق على ما ارتكبوه. نعم. المسألة الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب لانتقام الله منه. أنه إذا أنصفته وأصر فهو سبب لانتقام الله منه. نعم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذا وعيد بالانتقام. أنت أنصفته وعرضت عليه الخطة الرشيدة
التي ليس فيها محابات لأحد، فإذا لم يقبل فإنما هو في شقاق، ومن كان في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يتولى الله جزاءهم، ولا ينفعهم مدحهم لأنفسهم ومدحهم لما هم عليه وتنقص الآخرين، لا ينفعهم هذا، الله يكفيك كيدهم وشرهم. نعم. المسألة الخامسة الاستدلال بالصفات. هو السميع العليم، من صفات الله السميع العليم، السميع لما يقولون، العليم بما يعتقدون، فهذا دليل على أن الله يعلم، على أن الله يسمع ويعلم سبحانه وتعالى. وأما دعواهم وتزكيتهم لأنفسهم فلا تنفعهم شيئا، لأن الله يعلم ما في قلوبهم، والله يسمع كلامهم سرهم ونجواهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا الذي مر في هذه الآيات صبغة الله، يعني دين الله جل وعلا، الصبغة هي الدين. ومن أحسن من الله الصبغة، من أحسن من الله دينا؟ هل هناك أحسن من دين الله؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صبغة الله دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا أحسن من دين الله، لا أحسن من دين الله الذي عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من المؤمنين، لا أحسن منه. فهذا في رد عليهم أنهم يدعون أن ما هم عليه من اليهودية والنصرانية هو أحسن، هو أحسن الأديان، وهو بالعكس أخبث الأديان لما حرفوا وبدلوا وغيروا. نعم. قال: ففيها مسائل. نعم. قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل. نعم، دين الله، ودين الله ليس قولا باللسان فقط، دين الله قول وعمل واعتقاد، هكذا الإيمان. نعم. المسألة الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. أن الدين الإسلام هو الدين الحق، وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، هذا هو الدين الحق، ولا أحسن منه ولا أصح منه. نعم. الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. نعم، الله جل وعلا تولى بيان الدين الحق، الدين الصحيح، والدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون، تولى الله بيانه، ليس فيه خفاء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا هو أحسن الأديان، لا دين اليهود والنصارى المحرف المبدل المغير. نعم. مسألة الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. أنكم إن افتخرتم بعبادتكم للأولياء والصالحين، اتخذتم أحباركم ورهبانكم
أربابا من دون الله، فإن أحسن الدين هو ما كان خالصا لله عز وجل ليس فيه شرك، هذا الدين الذي يفتخر به. أما الافتخار بدين الشرك فهو افتخار باطل. الثالثة نعم، أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين، إسلامكم للأنبياء والصالحين يعني تستسلمون للمخلوقين ولو كانوا أنبياء وصالحين، إذا صرفتم لهم شيء من العبادة فأنتم منحرفون عن العقيدة. نعم، فإسلامنا لله وحده. أما إسلامنا فهو لله وحده، لا نعبد الأنبياء والأولياء والصالحين كما تفعلون وكما يفعل من اقتدى بكم من القبوريين والخرافيين. نعم، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه. معنى هذا لزوم دين الله جل وعلا وترك دين اليهود والنصارى المحرف المبدل المغير. نعم، قال رحمه الله: وأما الآية السادسة عشرة. يكفي. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: أثابكم الله، نعزيكم ونعزي أنفسنا والأمة الإسلامية في وفاة الأمير نائف رحمه الله، ثم هل من كلمة حيال ذلك؟ نعم، لا شك أن موت المؤمنين عموما والعلماء خصوصا وولاة الأمر أنه مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، لكن واجبنا تجاه هذا الصبر والاحتساب والدعاء للميت، الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول عقيدتنا والنصارى واحدة من أجل مصالح سياسية؟ أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا ليست واحدة عقيدتنا وعقيدة النصارى. عقيدة التوحيد وملة إبراهيم مثل عقيدة التثليث، نسأل الله العافية، علشان الدنيا وعلشان المصالح لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم، نحن يجوز لنا نتعامل معهم وأن نتعاهد معهم فيما يضبط ديننا ولا يحصل منهم عليه أذى ويكف شرهم عنا. المعاهدة شيء، هذا شيء واقع وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أن نرضى بدينهم أو نمدح دينهم هذا لا يجوز، هذا كفر بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من شبهات النصارى أنهم يقولون أن عيسى أفضل من محمد لأن عيسى ليس له أب ومحمد عنده أب، فينسبون عيسى أنه ابن لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ الله ليس له ابن ولا ولد، فهم كفروا بالله ولم ينزهوا الله عن النقص عن الولد وعن الزوجة وعن، لم ينزهوا الله عن النقص، فأيهما الذي نزه الله عن الزوجة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، هذا قد نزه الله، فهم الكذبة. ومحمد هو أفضل الأنبياء والمرسلين، والفضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده، لا حجر على الله أن يتفضل على بعض عباده، وهو أعلم بمواقع فضله وإحسانه ومن يصلح لذلك ممن
لا يصلح، هو أعلم سبحانه وتعالى. نحن لا نعترض على الله عز وجل، وعيسى ليس ابنا لله كما يقولون. عيسى خلقه الله بكلمة كن، قال له كن فيكون، قال له كن فيكون، بهذه الكلمة وجد عيسى عليه السلام بلا أب، ولهذا يسمى بالكلمة كلمة الله، لأن الله خلقه بكلمة بدون أب، فهو له فضل في هذا لا شك، أنه كلمة الله، أن الله خلقه بكلمة بدون أب، لكنه ليس ابنا لله تعالى الله عما يقولون، فإن الله ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كان هذا فضيلة لعيسى أنه وجد من غير أب فضيلة، إذن آدم أحق بالفضل، لأن الله خلقه من غير أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال له كن فيكون، قال لعيسى كن فكان. فإذا كان هذا كما يدعون فإن آدم عليه السلام أفضل من عيسى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر المفتون في القنوات الفضائية وأصبحنا نسمع فتاوى لم نكن نسمعها من علمائنا، إما أن تكون فتاوى فيها تساهل أو فتاوى فيها نبذ لولاة الأمور، فما توجيهكم لمن يسمع ذلك؟ توجيهنا أن تحذروا من هذه القنوات وهذه الفتاوى والاطلاع عليها، إلا لمن يقوم بالرد عليها وبيان بطلانها، أما الاطلاع عليها من غير أن ينقضها ويرد عليها فهذا لا يجوز، لأنها قد تؤثر عليه وقد تخل بعقيدته، لا سيما إذا دخل فيها من يتظاهر بالعلم ويتظاهر بالعقل، فإن هذا يؤثر أكثر، فهي فتنة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم. ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وما الرد على من يخرج الأعمال، وهل يعتبر من المسائل؟ العمل لا بد منها، العمل من الإيمان إذا تمكن الإنسان، أما إذا لم يتمكن، أسلم ومات على طول، قتل ولا استشهد وإلا أصيب بموت قبل أن يتمكن من العمل، فهذا ينقذه الله من النار بإيمانه، لأنه لم يترك العمل اختيارا منه. أما من ترك العمل اختيارا منه، ترك الفرائض وفعل المحرمات ويقول هذا يكفي، الإيمان يكفي بدون عمل، فهذا قول باطل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ما المقصود بهذه الآية وما سبب نزولها؟ منهم يعني من المنافقين، الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع لكل أحد، يقولون يسمع لكل أحد، حنا نجي لمه ونقول له كلام ويصدقنا، ويجي غيرنا ويقول كلام ويصدقه. الرسول يسمع لكل أحد من أجل أن يبين الحق ويرد الباطل، ما هو بأذن أنه يقبل من كل أحد كما يقوله المنافقون، أنه يقبل منا ويقبل من غيرنا، فنحن نتكلم معه ويقبل منا، هذا باطل والعياذ بالله. وهذا أذى للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقر الباطل وأنه لا ينكر المنكر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكم في من يقول أن حد الردة حد سياسي وليس حد ديني، محتجا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ حد الردة ثابت بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة، ولا يؤثر عليه كلام هؤلاء،
ومجمع عليه عند العلماء، وقوله لا إكراه في الدين هذا على الدخول، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، دخول اختياري. أما إذا دخل فيه وعرف أنه حق اعترف بذلك ثم تركه، هذا يجني على العقيدة، هذا يفسد العقيدة ويقتدي به غيره فيجب قتله. ولهذا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يقتدي بكم الناس فيرجعون عن دين الإسلام. فهذا مثل اليهود والنصارى أن يقول أنه لا يقام الحد على المرتد، وهذا أمر سياسي، هذا أمر شرعي ما هو أمر سياسي، هذا حماية للعقيدة. وحماية العقيدة من الضرورات الخمس، هي أول الضرورات الخمس، أول الضرورات الخمس هي حماية العقيدة من العبث واللعب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مسجد الأمير فيصل بالرياض، يقول عندي خادمة مسلمة وتود الذهاب للحج، فهل يجوز أن تحج مع صحبة صالحة وأنا الكفيل أتكفل بحجتها؟ والله مشكلة، هذه مسألة واقعة الآن، يجمعون الخديمات كلهن بسيارة ويأخذهن متعهد، هذه مشكلة. الأصل أن السفر المرأة لا يجوز بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ كيف نتخطاه ولا نعمل به؟ نعم، علشان عمل الناس وما عليه الناس؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إعطاء زكاة لأهل سوريا؟ الزكاة للفقراء والمساكين من أهل سوريا وغيرهم، إذا تحققت أنها تصل إلى الفقراء والمساكين فهم أهلها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل قول بالله عليك من الاستشفاع بالله عند المخلوق؟ بالله عليك هذا حلف قسم، هذا تقول اقسم بالله عليك، هذا قسم، فأنت إذا قلت بالله عليك فقد حلفت عليه إنه يعمل كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم جلوس الفتاة مع ابن عمتها وهو بالغ في بيت واحد وهي غير متحجبة بحجة أنها تربت معه منذ الصغر؟ لا يجوز هذا، الحجاب واجب على المرأة إذا بلغت، يجب عليها، ولو تربت مع الرجل ليس هذا مبررا لأن تكشف الحجاب له، لأنه ليس محرما لها، ما تكشف الحجاب إلا لمحارمها، وهذا ليس من محارمها، تربيه معها ليس يجعله محرما لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى آخر وقت صلاة العشاء؟ الوقت مع الجماعة، إذا صلوا الجماعة صل معهم ولا تترك الجماعة، تقول بخليها إلى آخر وقتها، فرط في الجماعة علشان فضيلة آخر الوقت في العشاء، هذا لا يجوز، تنازل عن فرض أو واجب إلى تحصيل سنة. لكن لو كنت وحدك أو معك جماعة ولا حولكم مسجد وقلتم صلاتها في ثلث الليل أفضل، نعم لا بأس بذلك لعدم المعارض، وهو صلاة الجماعة في المسجد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أنا مؤمن على عمالي في التأمينات، وإذا تأخرت عن القسط الشهري أضافوا علي مبلغا يقولون أنها غرامة، فما حكم هذه الزيادة؟ حكم أن التأمين هذا كله حرام، التأمين التجاري حرام على العمال وغيرهم، فهو حرام سواء أضيف إليها أو ما أضيف إليه غرامة، وكله أصله حرام، التأمين التجاري حرام، صدرت فيه قرارات المجامع الفقهية وقرارات
هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب زكاة الذهب في من كانت لديها عقد بقيمته 7,000 ريال وحال عليها الحول وتلبسها أحيانا وهي فقيرة وقد احتاجت لبيعها بعد حلول الحول وعليها بعض الديون، فهل تجب عليها الزكاة بعد بيعها؟ الحلي من الذهب إذا كان لللبس والاستعمال ليس عليه زكاة عند جمهور أهل العلم رفعا للحرج عن المرأة، ولم يرد هذا، لم يصح أن فيه زكاة، وجمهور أهل العلم على هذا. أما إذا نوته للقنية أو للتجارة إذا احتاجت هذا فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن بعض طلاب العلم يقولون أن الصلاة في مكبرات الصوت غير جائزة. قل لهم وش الدليل إنها ما هي جائزة؟ ما هو مكبر الصوت للتبليغ، والرسول اتخذ المبلغ، هذا للتبليغ ويعني جهاز للتبليغ، لا يجوز، وهو نعمة من الله عز وجل. لكن نلاحظ أن بعض الأئمة يبالغ في رفع الصوت المكبر حتى يشق على المأمومين خلفه، فينبغي أن يكون الصوت متوازناً لا يكون مرتفعاً، لأنه لا حاجة إلى رفع الصوت بهذه الكيفية. أنت قصدك تبلغ المأمومين، يكفي إذا بلغتهم ترفع صوتك بقدر ما تبلغهم. نعم. تابعكم الله. يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث الذي يقول فيه: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في الصباح والمساء 100 مرة أمن من عذاب القبر ومفتاح للغنى وطارد للفقر؟ والله ما اطلعت عليه ولا أدري عنه، يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على المسلم إذا كثرت الفتن والفوضى وبعضهم يحثون على الخروج على ولي الأمر ويقولون أنه جهاد؟ عليك بالثبات على العقيدة الصحيحة، وعليك بالابتعاد عن هؤلاء الدعاة، لا تصاحبهم ولا تخالطهم، وعدم السماع لهم ولأشرطتهم ولكلامهم، لأن هذا دعوة إلى معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، معصية ولي الأمر المؤمن من معصية الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعذر بالجهل في التوحيد؟ التوحيد من الأمور الواضحة التي جاء القرآن بها في آيات كثيرة وسور كثيرة حتى اتضح، فهو من الأمور الظاهرة التي لا يعذر أحد بجهلها لكثرة ما ورد في القرآن والسنة ولكثرة ما يقرأ الإنسان هذه الآيات أو يسمعها، فهو قامت عليه الحجة بذلك فلا يعذر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: بعض القنوات ذات المنهج الصحيح تعرض مسلسلات هادفة لا يوجد فيها نساء ولا اختلاط ولا موسيقى، فما حكم مشاهدتها وما حكم التمثيل معه؟ والله ما رأيتها ولا أدري عنها، لا أحكم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال يقول: ما هي صفة غسل الجنابة؟ كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي أولا غسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه حتى يرويه، ثم يفيض الماء على بقية جسمه، الأفضل 3 مرات،
والمجزي مرة واحدة عامة للجسم لا يبقى منه شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز عقد النكاح عن طريق الجوال؟ لا بد من الحضور ولا بد من الشهود في عقد النكاح، والجوال هذا ما ربما يكون فيه تمثيل، تمثيلية، يقلدون الأصوات، يكذبون في هذا. لا بد من الحضور، حضور الزوج أو وليه، حضور المرأة أو وليها، حضور شاهدين عدلين. نعم. وأيضا الآن صار يوثق وتعطى وثيقة تحملها معك، وهذا طيب وتأكيد وتوثيق للنكاح من التلاعب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة القيام عند دخول الجنازة؟ نعم، ورد القيام لمرور الجنازة، ورد هذا الحديث. من العلماء من يقول أنه منسوخ، ومنهم من يقول لا، أنه ما نسخ. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أخذ الإنسان من الصندوق العقاري مبلغا وقدره 500,000 ومات قبل أن يسدد سوى أقساط قليلة، فهل هو دين عليه؟ دين عليه إلا إذا أسقطته الدولة، إذا أسقطته الدولة برئت ذمته، أما إذا لم تسقطه فهو دين في ذمته حتى يقضى عنه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أحد أقاربي توفي وترك خلفه 6 بنات وزوجة و2 من الذكور، وترك مبلغا وقدره 1,800,000، فهل لفضيلتكم توضيح طريقة التقسيم؟ هذا لابد من صك حصر الإرث من المحكمة، تجيب شهود على أن هذولا هم ورثته لا وارث له غيرهم، فإذا ظهر صك حصر الإرث التقسيم سهل، لكن لابد من حصر الإرث عند المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان يصلي إلى جانب الجدار وأثناء الصلاة اتكى على الجدار للراحة بدون حاجة، فما حكم ذلك؟ لا، ما يجوز للقائم أن يتكي على شيء، يقوم معتمدا على جسمه ولا يعتمد على شيء، إلا إذا كان عنده مرض أو عنده ثقل ويعتمد على العصا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: من سرق منه شيء ولم يستطع استعادته من السارق إلا بسرقته منه، فما حكم ذلك؟ هذا حكم شرعي يحتاج إلى إثبات، ما نقول خذ بدون إثبات أنه سرق منك. نعم. ولا تصير فوضى المسألة، كل واحد يسرق ويقول أنا مسروق من. نعم. أحسن الله. فإذا أثبت إن هذا مالك اللي أخذه منك، أثبت إن هذا هو مالك أخذه منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى مسألة الظفر، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فإذا أثبت إن هذا المال إنه مأخوذ منك فلك أن تأخذه تسترجعه، أما بدون إثبات لا يحصل فوضى، كل يدعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جلسة الاستراحة بين الركعات أثناء صلاة الفريضة والنافلة؟ هذه وردت عن الرسول، صح بها الحديث، لكن بعض العلماء يقول إنها سنة، إنها سنة، وبعضهم يقول لا، إنها ليست سنة ولكنها للحاجة، الرسول ما فعلها إلا لما ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام، ففعلها لحاجة لا لأجل أنها سنة، تكون مباحة للحاجة فقط. نعم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الترحم على المنتحر الذي يقتل نفسه؟ هو مسلم، اللي يقتل نفسه فاعل لكبيرة لا تخرجه من الإسلام، فيصلى عليه، صلي عليه غير الإمام، صلى عليه
يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر الساعة 7 صباحا بغير عمد؟ هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر الساعة 7 صباحا بغير عمد؟ عمد يعني مو متعمد. إذا نمت عن الصلاة أو نسيتها صلها متى ذكرت، متى ذكرت واستيقظت تبادر. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح تكفير عوام الرافضة أم يكفر فقط علماؤهم؟ ما كلفك الله بها المسألة، لكن تعتقد عقيدة أن من أشرك بالله وعبد الأولياء والصالحين أو اعتقد العصمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة ولعن أبا بكر وعمر، تعتقد أن هذا كفر بلا شك. نعم. أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: أنا أذهب إلى المسجد قبل صلاة الظهر ثم أصلي تحية المسجد وأنوي بذلك الضحى وتحية المسجد وكذلك صيام التطوع الاثنين والخميس أصومهما وعلي قضاء وأقصد القضاء كذلك. أولا، صلاة الضحى تنتهي بوقوف الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس حتى تزول، هذا نهي، وقت نهي، تنتهي بمساواة الشمس للرؤوس، ولا تصلى بعد ذلك. بعد ذلك يدخل وقت الظهر، راح وقت صلاة الضحى، فات وقتها. والسؤال الثاني: الاثنين والخميس يصوم. يا أخي، الأعمال بالنيات، وأنت عليك صوم واجب، فتنوي الواجب، تنوي الصوم الواجب القضاء عليك، ولا تنويه لأجل الفضيلة الاثنين والخميس. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله.